تزامنت مع يوم المراه العالمي وكانها هديه المستشفى الاهلي لذوي الفقيده التي كانت ترغب بتحقيق حلم الامومه الا ان الاخطاء الطبيه وتغيير الطبيبه التي من المتفق ان تجري العمليه بطبيب غير عراقي ادت الى خساره شابه صدم فقدانها ذويها واذجعت المقربين منها مسوين تحاليل يعني واحد يريد انابيب غير يسوي له خصب الأنابيب بالانابيب قالوا عندها ضغط ما عندها ضغط قالوا عندها دهون ما عندها دهون هاي التحاليل غير تجرا قالوا والله احنا ما عندنا هاي اجراء التحاليل ما عندنا بالمستشفى أنتم غير تقولوا لنا ضغط يعني انا انا اراجع على عمليه اقول لك بيها ضغط الله اكبر الله اكبر عليهم ان شاء الله يظهر الحق نطالب وزير الصحه ومدير الصحه بالبصره بتشكيل لجنه لجنه نزيهه 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 طال انتظارنا داخل المستشفى الذي حصلت فيه حالة الوفاة دون الحصول على إجابة منهم لنكمل الحديث داخل مجلس عزاء الفقيدة فلا يعمم ذويها وإنما يشخص ما حصل لهم داخل مستشفى يفتقد لقسم العناية المركزة ولا يملك مركبة إسعاف حتى اليوم أنا فاتح مو مو فاتح لي كشك مال وبرتقال هاي مستشفى بها الناس تجي ناس تراجع بها وناس تجي يعني بس تتعلق بسلامة الناس انا اليوم ملزم كدوله او كجهات رقابيه انه تعال يا مستشفى عندك سياره اسعاف؟ يقول لك لا والله ما عندي، هاي اخليه يعني زين الحالات الطارئه اللي صارت مثل هيجي انتظر انا ودي العنايه المركزه بعد لو عندي بالمستشفى يكون عنايه مركزه حتى أنقلها بنفس اللحظه واسيطر على الوضع. حتى لحظه اعداد هذا التقرير لم ولن نحصل على تصريح او تبرير من قبل اداره المستشفى الاهليه. من البصره اركان تقي. قناه التغيير